مشاهدين مشاهدي ومتابعي قناة كورة دوكر، النهاردة معانا تقرير عن اللاعب محمد أبو دهيم. اللاعب محمد أبو دهيم لاعب كرة قدم سعودي اسمه بالكامل محمد طارق أبو دهيم، ولد 5 نوفمبر 1991 وعمره 31 سنة، ولد بالرياض بالسعودية، وطوله متر 68 سنتي، ومركز اللاعب هو لاعب وسط. أما عن نادي الحل الذي يلعب معه هو نادي الوصيل. أما عن مسيرته الشبابية مع نادي النصر السعودي ومسيرة اللاعب أيضا، لعب مع نادي النصر ولعب بعدها مع نادي الدرعية وأيضا مع نادي الرياض ومع نادي الأنوار ومع نادي الوصيل. بشكركم أعزائي المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.